تكون تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد منحنى على تطبيقكم شيئاً. قموا بالضغط هنا على تطبيق شيئاً، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط هنا على حول شيئاً، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المنحنى، وهنا سوف تجد المعلومات عن الشئين، هي جميع المعلومات التي سوف تحتاجها. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.